فجأة راجعين شو هالدنيا الغريبة مش فهمان التركيبة شيل وحط ركض ونط وصبت عزا فيك تصبت لا بتهش ولا بتنش بروقها بتضل تخبط ما فهمت شي. ليش عمل هيك؟ ولا مشان ما تروح أخته معي؟ والله بيعملها هو هيك. يعطيك العافية أخي. الله يعافيك أهلين أختي. أخي شو بدي أسألك، شو كان بدهم منك صبحي وفريد؟ ما في شي أختي، ما في شي. شلون يعني ما في شي؟ خلاص اختي عملت ما في شيء، ايه مشكلة وانحلت. اسمعي انا بدي نام، ما بدي حدا يزعجني. يا خي يا معارف بصرش بصرش يا سندي حيالله، وعدم مؤاخذة كمان يا حيالله. المثل بيقول لك الفيل مسلي تحت بعضه بتنخذه. خي وين جاي تدور عابر مكومة قش؟ خي بصرش يا حبي انا جايك. يلا بخافرة خي. ها خيتي اتصال مطور خيي عزبي لين جاي، انا كثير ناطر هون. ايه قلت 38 سنه ناطره، انطر لك 5 دقائق شو بصير. ها ليكو اجا. اهلا وسهلا خيي عزبي، تاخرت خيي ليش؟ خد
خذ يا سندي اخباري. انا هنا انا هنا اخي. ايوه انا هنا، جبت لك ثنتين. ثنتين ليش خي؟ تركب لنا واحده وتاخذ الثانيه لنفسك بدل الاجر. كثر خيرك خي. خافر تفضل. على مهلك. راح فين؟ ركب لبري. من هنا السلم، من هنا والسطح فوق كده. ده اللي حيركب الدش. ايه هذا هو ده اللي حيصلح الدش يا انتصار. وجبتهم منين؟ اه جبتهم وخلاص يا انتصار. المهم انا لازم امشي بسرعه ورايا شغل. عن جد؟ طبعا عن جد، هو شغل فيه هزار. تقبرني. يسمع منك ربنا. يا سندي روحي لام سندك من الشارع يا اختي. انا المهم عندي الدش ترجعهولي، مش مهم هو. مين؟ مين؟ انا اللواء عزمي منصور. افتح الباب. قولي شو نعمل؟ والله لامي ماني فاتح. دقيقة، اعمل لك لفة بالحارة ورجع لعنا سيد عزمي. لا ثانية ثانية، اعمل لك لفتين ورجع. افتحوا الباب، انا ما اقدرش انطركم اكثر من كده. انتوا نسيتوا انا مين؟ خلاص خلاص انا همشي همشي. افجر الباب. نعم هذا جاهد قواته جاهد. ما خلانا نتهنى بالاكل يا زلمه. والله ما استطعنا بالخروج. قوم. انا سامع صوتكم بالداخل. افتح الباب. البيت كله متحاصر، ما تحاولش تهرب منك له. الحضر في مليان، البيت محاصر، البيت محاصر. يلا افتح. أنا اللواء عزمي منصور، أترككم 5 دقايق بحالهم على باب بيتكم. أنتوا 5 دقايق؟ والله ما حسيت بالوقت. طبعا ما حسيتوا بالوقت لأنكم معدومين الإحساس. سامحك. كنتوا بتعملوا إيه؟ والله ما بعمل شيء. إيه؟ كنتوا بتعملوا إيه؟ كنا عم نغير أواعينا. إيه والله كنا عم نغير أواعينا. أواعيكم؟ إيه بس 5 دقايق بحالة بتغيروا أواعيكم ليه؟ إيه على رئيس جيودان. لك لا بس مو نحن لبسنا أول مرة. أول مرة لبسنا أواعينا. الحمر شرحنا هون. لا أنا الثاني. عم إجا قال خلينا نرجع لأواعينا. شان صاحب البيت بده يجي لعنا. بده يساوي مشكلة. شو في؟ إلي أنا والله ما دخلني. أنا شايف أواعيكم هي ما تغيرتش. لك لأنه إذا بده يشوفنا صاحب البيت بده يكون الأواعي تبعتنا مشغلة. نحن حالنا هدول جاهزين ما بتشرطنا. يا خويا يا خويا منك اللي يسمعكم تقولوا كده يقول عندكم خزاين هدول. الله عم تعرق عم تعايرنا. لأنه يعني بعمره الفقر ما كان عين. بهزر معاك والله بهزر معاك. طب بشرفكم 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 ما كان عندكم ستات؟ شو هالحكي؟ أعوذ بالله. لحظة لا ايش عم يحكي؟ بجوز لا تحكي الفروج دفع. يشهد الله ما كان عندنا حريم. والله ما كان عندنا حريم. وحياة المصحف ما عندنا. هلا اسمع شوي شو صار بالإبرة؟ الإبرة اشتغلت اشتغلت بس مو هذا موضوعنا. انت عارفيني انا ما بعوز اشتغل بشتغل بالاصول. ايوه برافو هذا الكلام. عشان كذا انا جاي عشان ادربكم. بالله على شو؟ على السرقة وصولها. شو؟ السرقة وصولها. اه ليش يعني عندهم؟ تدريب عسكري يعني؟ ليش في بالجيش؟ في بالجيش حرامية؟ في فرقة في حرامية عندكم؟ مجنون انت هو؟ في بالجيش حرامية؟ شو بدك تدربنا؟ كيف بدك تدربنا؟ دي معلومات عامة. ايوه يلا جهز حالك منك. يلا
حرامي منك روح. اصبر. شو العالم عيلك؟ شو العالم؟ خير شو في؟ ما في شيء، ما في شيء. خلص واحد اللي ندم هيك ربيته. هلا بدك تربي العالم؟ ايه ابي انا بدي ربيه. ايه ربي ربي. شو عليه؟ قل لي شو فصلت اغراض؟ لك انا لك انا ما حلوه. خليها لك تروح على السوق، بتعرف شباب الايام. يلا يلا شوف شغلك، شوف شغلك. الله يعين على العالم. بقى على القصة ولا داخل ايه؟ مش عدي رجلي شو ساعة هيك لسوق؟ اهو تعمل غلط. شو حمار انت؟ تنفع 60 حمار. انا يخرب ست حلقه. بس العمى بقلبك. العمى بقلبك انت. هوش 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 ما تتقتلوش مرة. انا واقف معاك وحتقتلو. هوش اسخن. الحرام الشاطر ما عليه صوته. لا 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 خالص، صوته لازم يبقى رايح رايح. لا في بصوت لك اقول لك. اه اسمع انا اقول لك. اقول له حرامي. اشكر. شو بيعمل لك؟ الحرام الشاطر يتكلم بالهمس. حتى لو تقتل تقتل بالهمس. راكب على الحمار. شايف على الحمار؟ عليني مستو. لك شو الفرم؟ شو الفرم؟ ليه تفرموا ايديك على الفرم؟ لك وريحتها طالعة كمان؟ سكي مستو. سكي هاي 50 ورقة وزيادة عليكي. الله معي. اللي عمل شو هالشغلات؟ لك حده؟ سيق البقدونسات. اخ اخ. وينك يا سيد دلال؟ وينك؟ أي لك تعسي على رجلي. وين بتعس رجلي؟ فعسني فعس. طب هربت بتصرخ ليه؟ مشان تسمعني. عشان ايه؟ مشان تبهدله. وعشان الشرطة تيجي تطب فيك وفيه مشكلة؟ ليش الشرطة رح تكون معنا؟ الشرطة رح تكون معنا؟ لكن مش 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 انت ما بتفهموش خالص. احمرها احمرها. احمرها انتو الجوز احمرها. الشرطة حتكون معنا. لا يا اخوي خلص انا تعبت. لا الله يخليك خلينا نكمل اللعبة. الله يوفقك. والله مبسوطين فيها كثير. لعبة؟ انتوا فاهمين احنا بنلعب لعبة؟ كان شو عم نعمل؟ طيب بصراحة انا جوعت. فريد تكلم امك يا اخي تجيب لنا اكل. ايه ابن الموبايل جديد استاذ شايفه؟ حكينا احنا بحضارة. الموبايل جديد يا استاذ. ألو أمي؟ إيه أمي؟ لأ طيب طيب أمي طيب أنت ومين ومي؟ ماشي تقبرني ماشي. هلأ بجيب لك الطبخ وبجي لعنكم. ماشي تقبرني. الله معك. دير بالك على حالك. الله معك. شو بقول بيك؟ ولا شي. عم بيدربوا ببيت صبحي. على شو؟ على الشغل الجديد. وجوعان ولي على قلبي. بدي روح ودي له أكل. وليش هتعزبي حالي؟ ما يجي لهون ياكو. لك اخي عم بيتدربوا. تقبر اختك. خليك مع الزلمه انت اللي ما روح ودي له الاكل وارجع. شو صار معك اخي؟ والله يا خي يا ابو جميل يا قباري ويا حي الله وعدم واخذ يا سندي وكمان عدم واخذ يا اهلا وسهلا وكمان اهلا وسهلا. اذا المثل بيقول لك الفيل مسلي تحت باطه بتنخذه، والمثل بيقول لك ست الابره تسمع عنك خي، والمثل بيقول لك جاي تدور عبري بكم تقش بصورش خي. يعني في الشبري مسروقة عدم واخذ يا اهلا وسهلا. رخصنا خلصت بقى اطلع لك ببرجين اطلع.
ماشي خي يا ابو جميل، انا مثل بيقول لك ابري بالخمر احسن من 10 على الشجره، والمثل بيقول لك الصحن بيجي مني روح ريح ريح سكروه ونحولنا خيب. يلا سلام. لا ما شو الامر كله البلاد وحده دلوقتي حلبتني تمرين التخفي، اول ما اقول ابتلوا تبتلوا على طول وانا حمسك الوقت. ابتلوا انا عاوز تختفوا تماما، فاهمين؟ تختفوا ما تكونش انتوا لاعوا خليكم. اختفوا تماما تماما. تاني عملتوها تاني. فشوا الباب يا كلاب فشوا. ايش هيك عملت مسيو عزمي؟ انا اسف والله افتكرتك اصل في اولاد صغار بيجوا يضربوا الجرس ويجروا ويهربوا. انا اسف والله. الله يفرق يعني فهموا منيح. اه والله فهموا منيح. انا غبي غبي والله غبي. لا عسلان عسلان الله يسعدك. شو وين الاولاد؟ الاولاد جوا بيستراحوا شوي. طيب خذ عطيهم الاكل وكل انت معهم. ايه شهيدك فيه. يسلم يداتك. الله يسلمك يا رب. تحب شيء؟ اجي اوصلك؟ لا شكرا يسلموا ايديك. ربنا يعزمناك. سلم لي عليهم. شكرا على زورك. امان الله. شو فتح؟ لسه 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 لسه. اختي انا عندي شغل. طيب مع مين؟ لحالي. بعدين شو بكي انت؟ ليه هيك عم تصيري كثير؟ خايفه عليك بدي اطمن وين المشكله يعني؟ من امتى بعدين من امتى؟ بطلي هيك كثره الغلبه خاطرك. مع السلامه. الله يستر بس الله يستر. يا بي خلينا نسكر المحل ونروح على البيت. يا بي. نعم شو بدك؟ شو مشان صبحي ابن عمي؟ يا زلمي خلاص بقى يا لطيف شو بتنق. والله بعرف انه قلبك طيب يا بي. خلص رح اروح لعنده وقوله يجي بكره. هلا لا بكره بتروح لعنده وبتفهمه انه هي اخر مره برضى فيه عليه، فهمت؟ يلا امشي لشوف. صبحي فريدو. صبحي فريد. طيب وين هدول؟ بعد ليش تاكيد باب مكتوب؟ ليش ما في ضوء؟ فريد مصبيح وين الضوء؟ ما شو قلت لكم مش حيعرفنا؟ لكم صار له شيء؟ لك لك صبحي مات. ولي لكم صار له شيء سيد عزمي؟ مالنا شو مالنا نحن سبا؟ شيلوا شيلوا ان شاء الله. لا خليهم مشان اذا اجوا ما يعرفونا. ايوه الشراب ده مش مغسول ريحته وحشه قوي. طيب ليش مغسول؟ هلا مات. قول له سما كبر ابو سما. ها الله يفرجك. حدا هلا هلا يا بابي. ليه بابي شو المفاجاه الحلوه هي؟ شو لك بابي؟ ليه حبيبي؟ في مجال انا سافر على الصين. اوف وليش بابي؟ الصين الشعبيه. من شان شو؟ بدي اعمل عمليه تجميليه لمناخيري.
هلا ما بتقدر تعمل عملية التجميل المناخيرة كلها بالصين الشعبية. ايه يا عمي هنيك كثير قوايا، انا شفتهم على محطة سي سي تي. ليش شبه مناخيرة؟ يا عمي ما انت شوف لي ها هاي مراية، شوف لي هذا منظرها. لا لك يا بابي عم تتعير بمنظر ابوه. لك مو انت، انا عم اقول لك منظري هذا شوف مناخيري. لك شو والله ما بشوف احلى منك بالدنيا كلها. يا عمي كله بده تجميل، هذا ما بيمشي الحال، ما بدي اصير نجم انا. ايه ما بتشوف النجوم شلون؟ ايه لك ان شاء الله مفكرون هدول يعني من... لا مناخيرهم مناخيرهم، لا عيونهم عيونهم، لا ادنيهم ادنيهم، لا حتى شعرهم اسكتيشن. شي اسكتيشن يا زراعه. يا لطيف هلا انت بابي اذا عملت هيك بحالك انا شلون بدي اتعرف عليه؟ من صوتي. شو من صوتها؟ ايه حميد طلع برنامج بدك تشوفه. اشهد ان لا اله الا الله. شوفوا لحظه وينك يا بابي بيت انا تعال جاي. هذا الولد ما راح يخلي عقل براسي بنوب. انت اطلع هو وطي صوتك. سرنوي ما عم شو ولي خريطت انا مدري شو صار لي. مشان الله صار حبيت ايدها يلا خلص حبطل انا. شو شو خفت انا شك لك انا خفت انا. الله متت من رعبتي، امتى بدهم يخلصوا بقى؟ انا شو طولوا اسكت. انا عارف بيعملوا ايه ده كله، ده لو كانوا بيسرقوا البنايه كلها كانوا زمانهم خلصوها. في ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ شو شو في؟ انا بصحصح نفسي. طيب وانا انا 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 شو بدي اعمل؟ صحصح معي. رايح لهني. صح لك رح يطلع دخني من قفاي من كتر ما دخنت. لك شو القصة؟ لك لحظة شوي خليني ارفع من جديد، خليني اجي وجوا اخذك الموز هلا موزي كنت صوت فرح بدها بشيلها بس ما خليني ارفع من جديد. بعد ما فتح
وبعدين تعرف لو كنت معهم طولوا كتير كنا هلا صرنا بالبستان. بستان ايه؟ بستان ما نطمر فيه الغنيمة. نطمر الغنيمة؟ هي في الغنيمة، احنا شايفين أي غنيمة؟ يعني يا ريت تحدفوا لنا ربع غنيمة ناخذها ونمشي. وبعدين اسكت اسكت. لك حكيت شي ليه؟ اسكت. لك خلص قلت اسكت. مش ما عم يشتغل ها؟ معقول يكون هذا اللي بيشعل؟ لا هاد ولا هاد. اشعل. شو انا بسوي؟ مش عارف التلفزيون ما شعلت، خذ حط لي هذا السشوار. لا خذ طب بالكيس ما عندك. ايه؟ يلا. طب لي كذا هي شوي شوي. قلت الغراض كلها اللي هون. هلا كمل انت على فكره انا رايح المطبخ. في شغله بدي اجيبها. طب صوتك شوي شوي. وراح فين ده؟ انت كنت فين؟ والله داخلي نزلت اشتريت ويات بزر. بزر بزر احنا جايين نشوف فيلم جايين السله حاجه غريبه قوي. مسكر؟ لا ما كلش انا اثناء العمل. لو كان كاجو كان ممكن انما بزر لا. مسيه خذ لك كم شيء مسيه. مش هكسفك. ما راح تكسفني وهيك. كيف لو بدك تكسفني خلص الكيس العمى بقلبه. في ايه؟ سلامتك. تأخروا كتير ما هيك؟ آخ الله يمنع عارف بيعملوا إيه ده كله. العمى لو كنت محله كنت بدقيقتين بخلص القصة كلياتها. نخرب بيت قلبهم هن الاثنين شو قلبهم بارد. تعال ناديله صبحية. شو بدك؟ كا 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 مطولين؟ نين نين نين. لا 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 مش عاملين. خلصونا ملينا. لينا لينا لينا. يا سلام سلام. شي تاني باخر شو بدك تحطني؟ انا ما بدي روح عني ماني خلص تبعي كمبيوتر. يلا روح. لكن زي هلا يلا روح. البزر ده لذيذ قوي، جبته منين؟ من عند واحد تحت هني. من تروح تجيب لنا شوية كمان. يلا يلا شوي تاني. برد وريشو برد. صبحي في صبحي صبحي. وينك وينك؟ وين خرجت لي؟ حمار هذا والله حرام. وطي صوتك. حرام يسرق بصري هذا والله كبدي فحطك. وطي صوتك. وطي صوتك. شو جبت لنا؟ هات لشوف شو سرق. ايه اللي في كيس ده؟ جبت لك سشوار. يا مرني يا مرني الباروكة اللي قلت لك عليها لقيت لي باروكة؟ والله ضليت ساعة أبع له راسه ما كان يطلع مر. ما في باروكة. جبت لك علبة حب مكتوب عليها نيجارا نياجارا نياجرا نياجرا. يا حظك يا انتصار. يا يا بس شو شو تعال هون. أنت شو جبت لعلا؟ والله ما عجبت. انا الفطت لسه البر هاد تركش انت. انا حبك يا رب. شرطه شرطه. بناء المصري بالدوله الحرامي. ايه الحرامي طلع ايدك اليمين. بس طلعوا ناس على الاسانسير وناس على الدرج. بيرقوا بشكل زي على الدرج. يا شباب 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 يا ش
انا الاحبار انا الاحبار انا الاحبار انا الاحبار انا الاحبار انا الاحبار Hause الزهير من صاحي فاش زعين الكرتن My friends the end is now This fall has life that's the every way I will شبك بيتفيك شي شو يا عمي بكاد عم تلبس يا ابي شو هاد الحكي اللي بتحكيه لا يا ابي اغنية بالانجليزي انجليزي؟ ايه انا حفظتها ايه انه بتغضر بالانجليزي يا ابي؟ اغنية انا حفظتها بس والله ما عرفت شو معناتها تميت شي 7 اشهر لحتى حفظتها منيح بس معناتها يا ابي لحفظتها بالانجليزي والله صحيح شو منيح يا ابي؟ لسا بدلني منيح شبك ابي فيك شي؟ والله ما بعرف انا حاسس حالي مدري شو شو حاسس حالك ابي فيك شي لا صح مش عارف لك يا ابي أنا لازم غني قدام الناس يسقفوا لي الناس وأنا أفرح هن يسقفوا وأنا أفرح بدك تغني قدام الناس؟ ليش أنا ما بكفيك يا أبي تغني قدامي؟ أنت يا أبي أنت بتكفيني وأنا راسي من فوق أنت سيد راسي بس أنا بدي الناس أخي لازم غني أنا بدي أشتغل طيب شو بدك تشتغل يا أبي؟ اللي شو بدك تشتغل؟ شو ليش أنا شو بطلع بإيدي أشتغل يا أبي؟ يعني يا ملحن يا موسيقار يا مطرب شو بدي أشتغل؟ خلص يا ابي خلص سكر عيونك انا بلاقي لك واحدة من هدول وبشغلك فيهم منيح منيح ولا ما جبت لك الجماهير تسمعك وتزقف لك كمان دائما توعدني خلص يا ستنا والله ما ببالك الزعان هذا اللي انت شاطر فيه كل يوم والتاني في مصيبة بالكازينو الحق عليك يا ستنا انا كيف اخفي عليهم شوي لانك عم تذبحيهم ذبح يلا فوت ما تفش انت العبا قولي والله كان ابي حاسس انه عاصفه هون ليش مو عاجبتك هون؟ لا مو عاجبني تعال شوف شباب خليني شي بعيد هذا والله يبارك فيك ابو جعفر ابو جعفر ابو جعفر والله تطول بالك ريح حالك نحن بنقوم بالواجب مقبول يا فوفة قلبي امتى رح تكوني إلي ولك امتى لا ماله هون شو فايق بكير يعني؟ لك لا لسه ما اجى تعي لهلا ايه عادي له بالعاده هيك يغيب يوم يومين وين المشكله؟ ايوه ودخلك وين بيكون؟ مسافر شبكي من على بكره الصبح اسئله اسئله ولك لا يا هبلة عم بسألك مشان اعرف اذا فينا ناخذ راحتنا مشان نحكي مع صبحي وفري ايه هلا بناخذ راحتنا بس لسه بكير ايه دلولتي قومي اعملي لنا فنجان قهوه ايه تكرم عينك انا اللي بعمل لك بس حبيبتي كملي حفر هدول عني شو رأيك؟
انا بعمل لك قهوه تقبريني لك تكرم عينك حبيبتي. قولي عليكي شو كسلانه. فردو يامو يلا انزل اشرب قهوه. ولك صباح الخير يا احلى ام فريد بالعالم والله. لك يسعد صباحك تقبرني. يلا انزل. الله يسعد لي صباحك. كمل. تقبر قلبي ان شاء الله كل ايامك بسط يا حق. الله يخلينا اياك يا رب. ولك الله يجعل كل ايامك بسط يا رب. بوجودك امي بوجودك. يا عين مبسوط لك امي. ايه شو مبسوط؟ مبسوط خير الله يا لطيف. شو حقك حس قلبي عم يدق بوم بوف 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 هيك مدري شلون. يا لطيف شو مبسوط. ولي على قلبي اخذك على المستوصف امي. لك لا شو مستوصف ما مستوصف لك امي. لا حالتي دواها عندك. اللي تقبرني وبعطيك روحي. امي هلا انا مو شاب واذا خبطت الحيط بهده. مو شاب تقبرني. انت رجال رجال. طيب والرجال شو ناقصه؟ شغل. ايه شغل امي بعرف الشغل. طيب طبعا بس غير الشغل شو ناقصه؟ ناقصه بيت. اوه علينا امي خلص من الاخير من الاخير امي مو لازم اخطب واتجوز. يا ريت تقبرني. لك والله كبرت لك فريد وصرت تفكر بهالشغله. لك امي لك والله حقك. بس شو امي؟ يعني بس تلاقي لك شغلة ثابتة لك امي بيكون احسن. امي ثبتت في شغلة ثبتت فيها. بشو؟ خلص شغلة خفيفة نظيفة ظريفة. لك شو هي؟ امي بعدين بقول لك خلص. لك امي انت ربطت خبز ما بتقدر تجيب. انا ما بقدر اجيب؟ هلا بتشوفي بدي تاكل جايب لك قطعة خبز. انا ما بقدر اجيب. الهي معك باللطف. هلا هي اللي كان عزمي. ولك عزمي. حرام عليك يا انتصار. في حد يصح حد بالطريقه دي؟ حرام عليكي. هلا هيك بدك تضل نايم؟ سيبيني بحالي حاسس حالي تعبان قوي قوي. جيب لك دكتور؟ لا انت عايزك تجيبيني سكتة قلبية بسرعه. انا حبي مصاريف الدكتور يا انتصار. وليش هيك عم ترجو؟ بردان ما تفتحيش يا انتصار عشان خاطري. ما تفتحيش. وليش لحتى ما افتح؟ بقول لك ما تفتحيش يا انتصار عشان خاطري. والله انت وضعك مو عاجبني. انتصار حد سأل عليا قول له مسافر مات هاجر. ها لك والله البيت ما تنظف من وقت. الله يرحمك يا امي من وقت ما توفيت. بس يلا رح نطفو. بركي تجوزت فعفي فجأة واجهت. عزمي بقول له مش هنا. لك خلص عزمي شبه فاتورة الكهرباء وغرامة كمان 50 ليرة. ليه فاتورة الكهرباء؟ ما انا لسه دافع الفاتورة من سنة. هي ورا بعض. ايه رأيك بقى ان انا هقطع الكهرباء عن الدار ونعيش على اللمبة الجاز؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حظ معقد
نشرب من الخل ولا بنرضى لحظة ننزل لا بنكل ولا بنمل صايعين ضايعين صايعين عتر ومساكين ضيعنا من العمر سنين صرنا حكاية كل الناس صايعين وضايعين.